صباح الخير عليكم يا ولاد بلدنا يا جمال، صباح الخير على مصر الحبيبة الغالية. صباح جميل مشرق مع شمس النهار بتقول لكم يا رب تكونوا بخير وسعادة. طبعا النهاردة أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج حكاية ولاد البلد. حكاية ولاد البلد هتكون في حضن ولاد البلد. قبل ما نبدأ حلقتنا أحب أرحب بزميلتي اللي هتكون مشاركة معانا في ولاد البلد الأستاذة شيماء حسين. صباح الخير يا شيماء. صباح الخير يا أستاذة أسماء. أهلا بك يا أستاذة أسماء وأهلا بالسادة المشاهدين في أولى حلقاتنا من حلقات أولاد البلد، ويا رب يكون البرنامج بيهتم بكل مشاكلكم وحياتكم اليومية إن شاء الله. عايزة أتكلم النهاردة عن ملحمة الحب، ملحمة الحب اللي حصلت في الأحداث الأخيرة اللي كلنا عشناها وعشنا الحضن الجميل اللي كان في بيوتنا. الخميس والجمعة كان في أمطار ورياح وشغل عالي قوي رباني بيقول لنا يا ولاد البلد في الشدة بنلاقيكوا، في الشدة ظهرنا في ظهر بعض، إيدينا في إيد بعض. الأسر كلها اتلمت وكانوا مفتقدين ده، وما صدقنا اليومين دول جم. المطر غسل الأرض والشجر وغسل قلوبنا وبين لنا الحب. شفت يا شيماء ملحمة الحب اللي كانت موجودة في الشارع، الجيش والشرطة والشعب. جميل جميل، أنا فرحانة جدا لما بلاقي في أولاد بلدنا الحب والتعاون، وبصراحة خاصة يعني أوجه شكر بقى خاص لرجال الشرطة. معانا على الصور على الشاشة أعزائي المشاهدين بتبين ملحمة الحب يا شيماء اللي كانت موجودة الجميلة قوي، روح المصريين الجدعان. حاجة جميلة جميلة جميلة. شفتي الشباب اللي كانوا بينقلوا الشباب التانية الناس بالعربيات وبيجروا العربيات، شايفة الجمال اللي كنا فيه بجد. تعاون رهيب. متهيألي ده هم دول ولاد البلد يا شيماء. هم دول اللي احنا منهم وانت منهم. اه طبعا. شيماء كان عندنا في احنا طبعا من سكان الهرم انا وانتي. شفتي الشوارع كانت عامله ازاي؟ نواب مجلس الشعب كانوا نازلين. التليفونات بينزلوا ويساعدوا بعضيهم. بجد كانت حاجه جميله. جميل. يعني ده يعني النواب نزلوا والشرطه والجيش، تعاون جميل. تالي ده اللي احنا تربينا عليه، ان احنا كلنا نكون في ظهر بعض وايدينا في ايد بعض. حاجه جميله. بجد طبعا بشكر سياده النائب ايهاب العمده على موقفه الجميل في نزوله في الميه، ومهموش ان انا مش عضو مجلس الشعب، لا انا ابن مصر. فعارفه يا شيماء موضوع الشاب اللي هو عربيته باظت، بس طبعا بنشكر الهيئه العربيه للتصنيع لتصليحها. الولد مهموش نزل وقال لازم اساعد. شفت المنظر ده كان عامل ازاي واثر فينا كلنا ازاي؟ طبعا. ايه رايك انت في الشباب دي والدنيا الجميله بتاعتنا؟ حب وتعاون، واتمنى ان يفضل حب والتعاون ده بينا على طول. بتفرق معانا كتير. طبعا طبعا. النهارده بنتكلم عن موضوع مهم قوي وكلنا بنسال فيه وكلنا عايزين نستفسر عنه. ان شاء الله باذن الله موسم جديد وحلقات قويه وممتعه. مستنيين اقتراحاتكم، اتصالاتكم، صفحتنا على فيسبوك حكايه ولاد البلد، ارقامنا على الشاشه. حابين ان انتوا بجد تشاركونا في كل لحظه. فاصل وهنرجع لكم. ايه شيماء؟ ورجعنا لكم بعد الفاصل اعزائي مشاهدي ومتابعي حكايه ولاد البلد. كلنا بنقعد نفكر في الحسد والسحر، بنفكر في الامور دي لان في حاجات في حياتنا بتخلينا ان احنا نضطر نفكر فيها، ولكن تفكيرنا فيها ممكن يؤدي ان احنا نلجأ للدجالين، وده اللي هنعرفه في حلقتنا النهارده مع ضيوفنا الكرام الشيخ ابراهيم عمران مدير عام باوقاف الشرقيه. اهلا بيك يا شيخنا. اهلا بيك يا فندم، ازي حضرتك؟ ومعانا الدكتوره اللذيذه الجميله حبيبتي وحبيبه حكايه ولاد البلد دكتوره ولاء شبانه استشاري الصحه النفسيه. اهلا بيك يا حبيبتي. اهلا وسهلا بيكم. زميلتي شيماء اترحب بيكو. اهلا بيكي دكتوره ولاء. انا سعيده بيكي جدا والله بجد، ربنا يوفقك. اهلا بحضرتك استاذ الشيخ. اهلا بحضرتك يا استاذ شيماء، الله يخليك. الله يخلي حضرتك. في سؤال دايما محير الساده المشاهدين، ايه الفرق بين الحسد والمسحور؟ الحمد لله رب العالمين،
والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. نعيش ونحيا في هذا المقام الحافل مع الأستاذة شيماء والأستاذة أسماء والدكتورة إن شاء الله والدكتورة ولاء. نقول إن الحسد والسحر، السحر ليس كالحسد، ولكن الحسد ورد في القرآن بقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الأسحار أعمال، أما العين هي التي تحسد، وهناك فرق بين الحقد والحسد. الحقد هو تمني زوال نعمة الغير، حينما يرى الإنسان أشياء جميلة من جيران أو من أصدقاء أو من أخوات فإنه يحقد عليهم، والحقد يكون من القلب. أما الحسد يكون من العين، حينما نريد أن نلجأ إلى الله عز وجل لكي نضمن أنفسنا من الحسد لابد أن نقول حينما نرى شيئا: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. طيب، واحد بيقول: يا عم الشيخ احنا بنقرأ كل أعوذ برب الفلق وبننحسد برضو، هل احنا ما نقرأ كل أعوذ برب الفلق؟ أقول له: الحسد كما قال صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله علم ورجل أتاه الله مال. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما صعد المنبر سحر، فخرقت الطاقة من خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من العين. ويقول حينما يصاب الإنسان بالمال في الحسد: فلا يحزن ولا يجزع، لأن الذي أصابه هو الحسد، لكن الرافع له هو الله عز وجل. حينما نعلم أن المصاب من حرم الثواب وليس من حرم المال وليس من حرم أشياء كثيرة، ولكن من حرم ثواب الطاعة، فإنك تقتدي بأمر الخالق بقل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. حينما نرى أن الحسد ينظر الإنسان إلى غيره ويريد أن يكون مثله، الإنسان يحسد نفسه ويحسد ماله، فحينما تدخل على شيء لابد أن تقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله العظيم. دكتورة ولاء، العامل النفسي في البيت وفي الأسرة وفي الشغل، المفروض إن أنا أهل نفسي نفسيا إزاي أتعامل مع الناس وأنا عارفة إن اللي قدامي بيحقد، إن قدامي بيحسد، أتعامل معاه إزاي نفسيا؟ هو أنا بيؤسفني بس إن في بعض الناس ما بتاخدش بالها من تصرفاتها في العموم، يعني زي ما بيقولوا كده: اللي بيداري على شمعته بتقيد. فعلا ده صحيح. فما نستجديش احنا حقد الناس او حسد الناس علينا ونرجع نقول احنا محسودين ليه يا جماعه، ابعدوا عينيكم عننا. فبقدر الامكان احافظ على ان غيري لم يؤتى سعه من المال مثلي، ولم يؤتى سعه من العلم مثلي، ولم يعطيه الله ذريه مثلي. فكل ما اكون براعي
غيري على قد ما اقدر، على قد ما هتجنب، مش هقول سوء النيه، ولكن هقول ان احيانا بيبقى في حسد غير مقصود. صحيح. وسم في اللسان كما ذكر من قبل فعلا، وانا يعني انا مقتنعه بده تماما. وهي حسد نفسه، ما ممكن الواحد يحسد، ممكن الواحد يحسد نفسه، هو الواحد ده حقيقي. لكن هي الفكره ان هي زي ما هي ما فكره دينيه، هي فكره برضو ليها عامل نفسي كبير جدا. ولما اتقال ان السم في اللسان فعلا ده فعلا واقع حقيقي، لان فعلا بيخرج من اللسان والعين طاقه سلبيه غير عاديه قادره على هدم او كسر اي شيء جميل قدامها. يعني فعلا دكتوره ممكن الام تحسد ابنها او تحسد اخوها أو طبعا ممكن، طبعا ممكن، وطبعا من دون قصد. يعني هي مش شرط ان هي تكون مرتبطه بالحقد زي ما الشيخ ما قال، لا، لكن في الجانب ده هتبقى في الحسد. يبقى اتقاء شر ذلك زي ما الشيخ ما تفضل، ان على الاقل اقول ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. الموضوع دي سهله، يعني دي سهله جدا بالنسبه لي. لو دخلت جنتك قلت ما شاء الله. بالظبط. نعم. فدي في حد ذاتها الاذكار كل ما بنحافظ عليها اكتر كل ما بتكون يعني حمايه لينا احنا. طب هي الاذكار دي طبعا الحلقه دي عامه تشمل المسلم والمسيحي. طب المسيحي هيعمل ايه؟ المسيحي ما عليه الا ان هو يكون مؤمن بان دي طبعا قدره من قدرات ربنا سبحانه وتعالى، وليتحصن بما اتاحه له دينه من ناحيه اخرى. والمسلم كذلك، يبقى بالوضع ده هقدر ان انا اعمل حصن لنفسي واكون مقتنع تماما ان النتيجه على ربنا سبحانه وتعالى. طبعا رفعت الاقلام، ما فيهاش اي جدال فيما بعد. تمام. شيماء، الحاله اللي قابلناها وقالت لنا طالما هتتكلموا في الموضوع ده وسالتنا عن اسئله، اسالي سياده الشيخ عليها. بالنسبه للحالات اللي بتجري ورا الاسحار وتكتشف انها عندها حاله نفسيه، وما بالك بقى بالدجالين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذهب إلى كاهن أو إلى عراف ثم صدقه فقد كذب بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الساحر حينما يريد أن ينشأ سحره، وكما نعلم أن الجن كانت تسترق السمع من السماء، حينما نزل القرآن امتنعت الجن على أن تسترق السمع من السماء صداقا لقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. فحينما صعد الجن على أن تأتي بالأخبار من السماء قبل أن تنزل إلى الأرض لكي تعلم الناس أنهم يعلمون علم الغيب، ولا يعلم علم الغيب إلا اللطيف الخبير، يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، كل شيء عنده بمقدار، إذا قال للشيء كن فيكون، قوله الحق وله الملك وهو أسرع الحاسبين. حينما نرى أن الجن أتت إلى الأرض قالوا: ما منعنا عن استراق السمع إلا شيئا لا نعلمه. فنزلوا إلى الأرض فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، وكان معه عبد الله بن مسعود في المسجد وكان نائما، فرأى عبد الله بن مسعود أن الجن تحوطت برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلما كان يصلي ويقرأ القرآن كانت الجن ومرضة الجن تتجمع حول النبي محمد، فكان يقول لعبد الله بن مسعود: اتركهم يا ابن مسعود، اتركهم يا ابن مسعود. فلما قرأ قول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. منهم الذي آمن ومنهم الذي تمرد، وأن منا المسلمون ومنا القاسطون. المسلم آمن بما نزل على محمد، فهناك جن مسلم وجن غير مسلم، واما القاسطون فكانوا لجهنم حطب. اتفضل حضرتك. ازاي اعرف اذا كان مريض نفسيا او مسحور؟ يعني الناس بتجري يتعب شويه يجري على المشايخ على طول، ولا يروح لدكتور نفساني؟ ربنا قال في القران: ولا يفلح الساحر حيث اتى.
ولا يفلح السحر ايه؟ حيث أتى. فقاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيف. الساحر بعيد عن الدين، بعيد عن الاسلام، بعيد عن الطاعه، خارج عن طاعه ربنا سبحانه وتعالى. لانه من قال لا اله الا الله خالصا مخلصا من قلبه دخل الجنه. وحينما يرى الساحر انه يفعل سحر فانه قبل يريد ان يقرب القربان الى الجن. والجن ونعلم جيدا كان اتقى خلق الله الى الله في الارض قبل خلق ادم. يا فضيله الشيخ احترامي دكتوره ولاء، في ناس بتبقى عندها مشاكل كتيره مرت بيها، تمام، زي ضيق في الرزق، ما خلفتش، كذا كذا، فيبتدي ناس اخرى تقول لها تعالي اوديك للشيخ الفلاني، ده عالج بنتي، ده عالج. وللاسف في ساعات حالات بتنجح، فده نقول لهم ايه؟ زي الزهور والكلام ده، في حاجات الدكتوره ولاء طبعا كدكتوره نفسيه تردي لي على السؤال ده. وما توعدون، احنا عايزين نوعي الناس، هفرق بين عشان الناس ايوه الدكتوره النفس تتكلم. وفي السماء رزقكم وما توعدون، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. لابد ان نرجع الى الله عز وجل. اذا ضاق بك الرزق فقل يا الله. انا عارفه كلنا بنقول يا الله، تمام، وكلنا بنلجا الى الله. انا اتكلم مع دكتوره ولاء كنفسي، كان الناس اللي ممكن تقول لي تعالي هوديك لحد يعالجك، تعالي انت ما بتخلفيش. فالحته دي نفسيا اكتر من دينيا، انا بصلي لكن عايز اعرف في ايه. طيب فدي خلينا نكون واقعيين اكتر، وهنقول ان يعني كلنا لسنا بالدرجه الايمان الكافيه، تمام، اللي ممكن تسد الفجوه اللي فضيله الشيخ بيتكلم عليها، تمام. طب لو حد على درجه ايمانيه اقل، وان كان طبعا الايمان هو لوحده يعني حرز يكفي. غير عادي صحيح. طبعا لهذا الموقف، ولكن عايزة بس أقول بعض الأمثلة اللي ممكن توضح للناس فكرة أن اللعب على الجانب النفسي في حد ذاته ده بيخلي الضحية تبقى مقتنعة. وزي ما حضرتك ذكرتي كده من شوية، طب ما هو في حالات بتفلح فعلا. لا، هي الفكرة أن هي مش بتفلح يا أستاذ أسماء، الفكرة أن هي يعني بعض الأمثلة عشان أبسطها للناس أكتر. يعني ممكن مثلا واحدة تكون ما بتخلفش، تمام، طبعا احنا عارفين أن أحيانا بيعجز الطب أمام حالات معينة هي ليس لها إلا الجانب النفسي في هذه الحاله، تمام، فعلا فخلاص هي استنفذت كل طرق العلاج بالنسبه لها، او ممكن يكون في اول سنه جواز، فبالتالي التغير الهرموني بالنسبه لها لسه ما استقرش بشكل او باخر، ده من الناحيه العلميه، تمام. تقوم السيده الفاضله الحما نازلي تقول لها ايه؟ لا ده تعالي اوديكي الترب، انت لو عديتي من تحت نعش هتتخضي وهتخلفي على طول. وبنسمع اكم من هذه القصص كتير جدا، وبيتشائل الاقدار ان الست دي بتخلف بعد كده. طيب هي كل اللي حصل لها ان هي كانت في ضغط نفسي غير عادي، وخاصة طبعا في الأرياف بيحصل الكلام ده، فهي عندها عدم ثقة في نفسها ان هي مش هتخلف خلاص. هي حماتها ضغط عليها، والدتها ضغط عليها، تقاليد البلد، هي بدأت ان هي تكبر، انا كده ما بخلفش احسن يروح يتجوز عليا، بتدخل في قصص ومتاهات نفسية هي كفيلة اصلا ان هي تغير هرمونات فيل مش هرمونات انسان يعني، صحيح. فبالتالي لما بتروح للشيخ ده وهي على قناعة ان الراجل ده سره باتع زي ما احنا بنقول بالبلدي كده، وهو ده اللي هيجيب معاها النتيجة، بالتالي بتدخل الطرق زي ما هما ما بيقولوا، بتعدي من تحت النعش زي ما هي، كل الحاجات اللي الخرافات والخزعبلات اللي هما بيقولوها طبعا مع احترامي كلها بتعملها، وبتبتدي تتهيأ نفسيا ان هي خلاص هتخلف، فبتخلف. عامل نفسي دي عامل نفسي بالظبط. نيجي لاهالينا طبعا واحترامنا الشديد لبعض الناس اللي كان عندها ثقافه الزار، وطبعا حضره الزار دي كانت بالنسبه لنا زمان حاجه كده يعني اللي هي كانها بيت مقدس بالنسبه لنا، وندبح الفرخه اللي مش عارفه برجل واحده، ونضحي بالبقره اللي مش عارفه قرع، حاجات كانت غريبه كنا بنسمع عنها زمان. لكن كان الجانب الايجابي فيها حاجه واحده بس، ان دايما كانت حضره الزار دي لو احنا نفتكرها او نسمع عنها او بنشوفها في مشاهد الافلام او الدراما المصريه كانت اخراج طاقه فعلا، كانت كلها مرتبطه دايما بهز الدماغ يمين وشمال، واللف حوالين المقام اللي هم عاملينه اللي هو المقام الوهمي ده وكل حاجه، وهي برضو داخله وهي على قناعه ان هي هتخف، ده اولا. وثانيا بقى وده الاهم، ان هي طلعت كل الطاقه والكبت اللي احنا عاملينه معاها في البيت، وبنقول يا عيني دي مسحوره، هي صحيح. مش مسحوره،
ثوره ولا حاجه. صحيح. طلعت الطاقه الايجابيه. عشان كده دايما بنقول الانسان اللي بيوهم نفسه هو يعني ربنا يكفينا دايما شر الاكتئاب، لكن هو ما بيبقاش اكتئاب ولا حاجه، احنا بس عندنا قله ثقافه شويه بتقول ان احنا لو قعدنا في حته لوحدنا يبقى معناه ان احنا عندنا اكتئاب. لا خالص، هي الفكره بالنسبه لنا ان انا لما احس ان انا عندي ضغط نفسي بشكل او باخر، اقرا قران، اشغل موسيقى، اقعد في اوضتي لوحدي مفيش مشكله، وارقص زي ما انا عايزه، اطلع الطاقه اللي جوايا بالشكل اللي يناسبني انا، عشان انا كل ما اكون مقتنعه كل ما هطلع المسائل. دكتوره ولاء معانا اتصال. استاذ عادل صباح الخير. اهلا، صباح الخير يا فندم. صباح النور استاذ عادل، تحت امرك. طيب والله انا طبعا مبسوط جدا بالبرنامج العظيم ده والناس اللي ما شاء الله وسيادتكم والضيوف ربنا وزياده الدكتوره ولاء. انا بس عندي سؤال بيحيرني من زمان. اتفضل. بالنسبه للحسد، هل يا ترى الاطفال الصغيرين بيحسدوا؟ بس بالتالي استاذ الشيخ الموجود يقدر يجاوبنا. اتفضل يا شيخ. الطفل لا يعرف معنى الحسد ولا يدرك معنى الحسد، هو طول ما بلغش سن التمييز لا يدرك، بل يزيد خيره. فكان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يحب الصبية ويزداد خير الصبية، ولا يعلمون ما معنى الحسد. والحسد لا يأتي إلا لرجل ناضج يدرك ما معنى الشيء الذي أمام. فكلما أدركت كلما ازداد نظرك، وكلما أكدت في الأشياء كلما ازداد حسدك. لكنك حينما ترى وتقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ضمنت نفسك على نفسك وعلى أبنائك وعلى مالك وعلى كل شيء أمامك إن شاء الله، وبارك الله فيك. شكرا دكتور عادل على المداخلة. خلينا نكمل مع سيادة الشيخ. كنا بنتكلم عن زيارة كمان المكوبة. اتفضلي. عايزة أسأله برضو عن حاجة. دايما احنا في ظاهرة ظاهرة قوي جديدة قوي اليومين دول، ان الجارة لو اتخانقت مع جارتها، دي عملت لي عمل، ده في عمل اتعمل لي، ده النهاردة لقيت مية مرشوشة، فدي احنا معاناة كبيرة جدا. وخلي بالك بتروح فيها ضحايا. ده حقيقي. بتروح فيها ضحايا. اولا بلا اله الا الله محمد. الايمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. فكلما رسخت العقيدة ازداد الأجر وازداد الاطمئنان، وكلما قل الإيمان كلما ضعفت العقيدة وازداد شكوك الشيطان. والشيطان يسول للإنسان ويجري في ابن آدم كمجرى الدم من العروق. إذا صدقت شيطانك فإنه يقدر عليك، لكن حينما تريد أن تقوى على شيطانك لابد أن تتمثل في كلمة لا إله إلا الله، وعليك بأركان الإسلام الخمس. تمام. فإن حصرت الأركان وهي الشهادتين، من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كم مرة بتصلي في اليوم؟ 5 صلوات في اليوم. طيب ال5 صلوات كم مرة ذكرت فيها بسم الله؟ كتير. كم مرة قلت فيها لا إله إلا الله؟ كم مرة قلت أشهد أن لا إله إلا الله؟ اللي بيتعود إن هو يصلي ال5 فروض في جماعة ما لبس في جسده شيء. طب بعد إذنك فضيلة الشيخ، حكمك إيه على اللي بيروحوا للمشايخ؟ كذب المنجمون ولو صدفوا. يعني ما فيش شيخ بيعمل سحر ونقول عليه شيخ، ده اسمه ساحر. والساحر زي ما احنا قلنا بيقرب القربان للجن، وقلنا بيحاول ان هو يخرج عن طاعة الله الى طاعة الجن، عشان يقول لك انا مسخر، معايا خادم، معايا جن، معايا كذا، بيعمل لي كذا، بجيب لي كذا. لا، اقول له اتق الله في نفسك وارجع واحتسب واصبر على طاعة لا إله إلا الله، يرفعك الله إلى أعلى الأقدار. الأسحار موجودة، هناك سحر، ويجب علينا أن نعلم أن السحر موجود. طب واللي شكك أن عنده سحر يعمل إيه؟ الأذان والفاتحة. لو واحد سمع الأذان وسمع قراءة القرآن أو الرقية الشرعية يحدث له خلل في جسده، فإن وصل إلى ذلك يعلم أنه مسحور.
فعليه بالرقية الشرعية وعليه بالآذان وعليه بقراءة المعوذات والإخلاص على ماء ويتطهر منهم ويقول بلا إله إلا الله، اللهم أجلب علي الشفاء فيشفيه رب العزة. معانا مداخلة تليفونية من دكتور ياسر شحاتة أستاذ الموارد البشرية. صباح الخير يا دكتور. صباح النور يا فندم، ازي حضرتك؟ أهلا بيك يا فندم. أهلا بالبرنامج وأستاذ الضيوف، وأهني حضرتك على البداية الجميلة، كمان على اختياركم للموضوع وانتقائكم للموضوع وانتقائكم للضيوف أيضا، موفقين دايما. شرف لي. أوجه التحية للضيوف الكرام. الموضوع ده موضوع مهم جدا، الموضوع ده احنا بنلمسه كثيرا في الريف وفي الصعيد. انا بصفتي استاذ جامعه بشوف الامور دي امامي كثير، وخصوصا ان انا استاذ للموارد البشريه، يعني النفس البشريه. صحيح. ان الحلقه النهارده مضمونها عن الدجل بين الشريعه وبين النفس البشريه. العنوان ده لفت نظري ان انا قسمتها جزئين، جزء للشريعه بيتولاه معالي الشيخ فضيلة الشيخ، والجزء النفسي النفسي البشري. الأهم أفضل، يعني أنا كان والدي كانت الدكتورة دلوقتي وجهت كلمة أو اتكلمت بكلمة اللي عدت من تحت نعش واللي هتدخل التراب واللي هتدخل. أنا والدي في راجل زميل بالنسبة له كان له قعد 17 سنة لم ينجب، ولما كلمه بيقول له أنا لم أنجب بقالي 17 سنة، فقال له غير أوضتك. غير أوضته، طير قطه اللي بيباك فيها. فعلا ثاني سنه على طول او ثاني شهر كان ربنا اكرمه والمدام حامل. ففي هنا، ويمكن سؤالي موجه بقى تحديدا للدكتوره ولاء. ايوه. انا ازاي وحضرتك عارفه يا فندم ان في تغيير في النفس البشريه او الانسان مختلف في شكله، مختلف في مظهره، مختلف في جنسه، مختلف في ثقافته، في اكسبيرينس سايكولوجيكال اورينتيشن، والحته دي تحديدا الخاصة بيا المنوطة بيا الدكتورة ولاء. اسمحي لي يا فندم، أنا إزاي أغير في بوينت واحد واثنين وثلاثة، أغير ثقافة المجتمع المصري اللي بيصاب بحالة الإيهام النفسي في هذا الأمر، وأشكرك جدا. طبعا تحياتي لفتت حضرتك يا دكتور طبعا، وشرفتنا بمداخلة حضرتك. لكن زي ما حضرتك ما قلت طبعا، وحضرتك شكرا أستاذنا. دكتور ياسر، شكرا للمداخلة. الفكرة بمنتهى البساطة فعلا في خطورة الموارد البشرية أو النفس البشرية. كل ما يكون عندنا قناعة فعلا زي ما احنا بنقول كده، أن النفس البشرية تقدر تتحكم فيك توتالي كده في كل حاجة، في تركيبة دمك نفسه، دي في حد ذاتها هتخلينا مقتنعين فعلا أن أي حاجة من الحاجات اللي بتحصل حوالينا دي مجرد فعلا خرافات غير عادية. فكرة إن إحنا ما عندناش الثقافة الكافية، أو ما عندناش يعني كالتشر إناف تقول إن النفس البشرية دي بتتحكم في الطاقة الإيجابية نفسها اللي خارجة منك من خلال تصرفاتك ومن خلال عملك ومن خلال محاكاتك لزوجتك ولأولادك والواقع العمل والواقع الحياة، دي في حد ذاتها برضو ناس بتتحسب لها بشكل كبير جدا. الأهم من كل ده إن إحنا زي ما فضلت الشيخ تفضل في الأول، إحنا مش عارفين نفرق ما بين الحسد وما بين السحر وما بين إن دي ممكن تكون مشكلة نفسية. طيب أغلبها على فكرة لا بتبقى لا حسد ولا سحر، هي أغلبها فعلا بتبقى واقع نفسي مؤلم. لأن إحنا عادة دايما مرجعيتنا فطرية أكتر من اللازم كمصريين أو كشرقيين بوجه عام، فدي في حد ذاتها بتتحكم جدا في فكرة إن لو لقيت إن أنا تعبان شوية، لا ده يا ربي مين شافني النهاردة. وأبسط حاجة عندنا كمصريين، وأنا اصطبحت بوشي مين النهاردة، ده العادي بالنسبة لنا. أيوة ده الوارد. أيوة. ففكرة الهواجس النفسية اللي هي مرتبطة بالعادات والتقاليد دي، لو إحنا حاولنا إن إحنا نرفع الحرج عنها قليلا ونسد الستار من الإيمان من ناحية، وطبعا ده الأهم والأولى طبعا، ومن ناحية أخرى أن يكون عندي قناعة نفسية أن كل اللي حواليا دي حاجات قدرية. لسه كنت بتكلم مع فضيلة الشيخ في الكواليس وبقول أن احنا مشكلتنا في عدم توافر القناعة والرضا بشكل كافي، ودي في حد ذاتها طبعا كارثة كبيرة جدا. لأن كل واحد فينا بيبقى عايز كل حاجة، هو عايز كل حاجة، هو مش مقتنع ان ربنا سبحانه وتعالى بيدي اقدار معينة وانصبة معينة في حاجات، وان تخزلت في جانب من الجوانب بتكمل في جانب اخر. مفيش بني ادم كامل، مفيش حد حياته كاملة، لكن احنا دايما يعني حتى لما بتقع المصائب بالنسبة لنا بيبقى الفكر عندنا هول وفزع، وما بننظرش ابدا لان ممكن يبقى في حالات مثلا ممكن تبقى اسوأ مننا بكتير. يعني انا واحدة من الناس النهاردة لما نزلت الشارع، انا لما كنت شايفة الحاجات اللي كانت
كانت موجوده على الفيس. انا طبعا بقى لي يومين ما بخرجش عشان كلنا فعلا. لا لا مصر جميله. لما نزلت النهارده قلت لا والله ده الله يا جماعه ده يعني هو هتكون اشاعات اللي احنا بنسمعها. لكن لقيت ان فعلا في بعض الفيديوهات اللي انتشرت على الفيسبوك هي للاسف فعلا دي صحيحه، ولكن في اماكن مش من اللي احنا ساكنين فيها. فما اجيش انا بقى اتضايق وازعل ان البلكونه غرقت وان الزرع باظ وان وان وانا عندي ناس عندها كوارث لا حصر لها. دي مشكلتنا دايما ان احنا بنبص تحت رجلينا، ان احنا قناعتنا دايما بالنكد وبالمصايب وبالهم اللي احنا حاطين نفسنا بيه، قناعتنا داخل الاطار النفسي اللي جوه دايره ما بنطلعش منها. لكن هل حد فينا بيطلع على حال غيره؟ هل حد فينا بيطلع على النعمه الشخصيه اللي هو بينعم بيها عشان يقدر ان هو يكون ما دكتوره ولا لا؟ في جزئيه عايزه اقول لك عليها، ان احنا تربيتنا لاولادنا غير تربيه اهالينا لينا بصراحه. اللي هي حته دايما كان اهالينا يقولوا لنا بصوا للاقل منك، شوف انت عندك ايه الزياده هو مش موجود عنده. صحيح. احنا النهارده دايما نبص يقولوا زميلي معاه تابلت كذا انا مش معايا. طب يا حبيبي انت عندك كذا وهو ما عندوش ده. حتى الزوجه مع زوجها لما بيكون في جاره ليها، هي دي بقى المشكله يا استاذه اسماء. ان احنا بنتكلم ان احنا اطفالنا دلوقتي بقوا، واحنا مش حاطين في دماغنا ان اطفالنا دول عجينه احنا اللي بنعملها. يعني انا مش هتكلم في تقييم وازع شخصي بالرضا والقناعه زي ما فضلت. ثواني، معانا اتصال تليفوني من استاذه ايمان. صباح الخير. اماني. صباح الفل استاذه اسماء. هو مش ايمان، انا اماني. اماني اهلا وسهلا. كل الاماني ان شاء الله. اولا انا بحييكي على البرنامج الجميل يا اسماء. ربنا يخليك. وبشكر مداخلتك الجميله اللي فعلا كلنا كان لازم نقول تحيه وتقدير لبلدنا الجميله، الشرطه والجيش والشعب. طبعا. في الاجواء اللي كانت رساله ربانيه من ربنا ان احنا نتقرب اكتر لربنا ونحب بلدنا اكتر، وبلاش اشاعات وبلاش فتن. انا بشكرك على المقدمه الجميله دي استاذتنا الغاليه. ربنا يخليك. وبرحب طبعا بالساده الحضور الجمال اللي معاكي، وبهنيكي بقول لك انت ذكيه جدا، ان موضوع الحسد والدجل والشعوذه بقت الفتره الكبيره دي اللي احنا الفتره الطويله اللي احنا فيها دي هي بقت حديث كل بيت. والله يا استاذه اماني، قبل ما ابدا الحلقه انا وزميلتي استاذه شيماء فكرنا نبدا الموسم الجديد بايه. فاول حاجه فكرنا فيها الحاجه اللي بتشغلنا احنا شخصيا. بس هي مش هتحتاج حلقه واحده يا استاذه اسماء، ان شاء الله طبعا باذن الله ان شاء الله. انا واحده من الناس. انا بقول عن تجربتي. اتفضلي. انا تعرضت لاكثر من حالات سحر. انا كنت اول واحده برفض حته السحر والدجل والشعوذه، واقول لا وما كنتش بعتقد بده، لحد ما قابلت شيخ محترم جدا وقال لي ان السحر موجود في القران. وعايز اقول لكم ان السحر والحسد كمان، الحسد يمنع رزق، يقتل يمرض. فانا قسما بالله الحسد فعلا خلاني قاعده في البيت. ايوه العامل النفسي، وده العامل النفسي. لا وحسد برضه. لا هي كلامها صحيح. وبعدين هو السحر فعلا موجود. بس عايزه اقول لحضرتك على حاجه يا استاذه اماني طبعا، وانت مشرفانا. النصيحه برضه للناس كلها، عشان برضه الناس ما هماش خبره، يعني عشان اعرف اميز حتى ما بين ان انا اللي عندي ده سحر وانا رايحه لحد عشان يعالجه. اي حد ياخد منك مليم يبقى ده نصاب. انا الحمد لله انا بتعالج عند اكبر دكاتره محترمين جدا. لا انا بتكلم في نقطه السحر. وقالوا لي فعلا في حاله مرضيه، لكن في نفس الوقت كانت احيانا وانا بين الحياه والموت او بين الرعايه زي ما بيقولوا. قسما بالله كان الدكاتره بيعجزوا عن هم ازاي يدوني العلاج. لحد ما الطبيب اللي هو كان مشرف على علاجي قال لي عليكي بالقران وعليكي بالرقيه الشرعيه. صحيح صحيح. بس على الاقل كلام الطبيب ورحت لشيخ محترم فعلا ارى علي الرقيه الشرعيه زي ما فضلت الشيخ ابراهيم عمران. انا بشكره فعلا ان ده صح، لان فعلا لما اتقرا علي الرقيه الشرعيه حسيت ان انا جسمي ارتجف وايديا اترعشت زي ما هو قال فعلا. يعني انا عايز اقول للشيخ ابراهيم فعلا اللي انت قلته ده حصل لي. فسؤالي للشيخ ابراهيم، ازاي احصن نفسي وما يحصليش اللي حصل لي تاني، سواء بيتي او ولادي او عملي او الناس اللي انا بحبهم، يعني اعمل ايه؟ اولا ثبات الايمان في القلب رقم واحد. العقيده لازم تكون قويه رقم واحد.
رقم اتنين بنقرا الفاتحه والمعوذات، الفاتحه 7 مرات على ميه، والمعوذات والاخلاص وايه الكرسي 7 مرات، والميه ديت للطهاره وللشرب ورش البيت من الميه دي. وان اي واحد ممسوس او مسحور لازم يتأدن على الميه ديت 7 أدنات او 3، يا 7 يا 3. وبالخلال انك تأدن على الميه، الجن لو ساكن مائي على جسد الانسان او هواء او كده بيحرق من اول مره الواحد يتشطف منها ويتطهر منها. بنشكرك يا استاذه اماني. اتفضلي يا شيخ. في بقى سؤال محيرنا جدا. اتفضلي حضرتك. وهناخد راي حضرتك فيه وراي حضرتك والدكتوره برضو فيه. ما تحتريش خالص، احنا معاكي. لا ده لا بجد هو محير جدا فعلا. ودايما احنا يمكن 90% بنعاني منه. الراجل لما بيتجوز على مراته اول حاجه الست بتعمل ايه؟ بس ده اللي خدته دي عامله له عمل، وعامله له عمل ان سحراله وواقفه حال ولادي وجاريه على واللي حواليها بيشجعها على كده. تمام. طيب ليه مش بتحسبيها ان الراجل هو اللي اختار؟ لان الشرع محلله كده. تمام. خلاص، واختار بمزاجه، والراجل لما هو اللي قرر بمزاجه. تمام. وهو اللي خد. ليه انت انت ست كويسه جدا ومش مؤثره ببيتك، مش تحت تاثير؟ ليه خدتيها تاثير كتيره بيجي لنا اسئله. وخلي بالك تضيع عمرها كله جري على المشايخ، وفي الاخر ممكن ما يقولهاش اي حاجه من الحياه غير انها خسرت حياتها كلها وخسرت. وخلي بالك بتاثر نفسيا على الاولاد. أكيد. بتلاقي الولاد ما هي بنتي يبقوا حالها توقف عشان هي عامله لها عمل، وابني حاله توقف، ولا لا لا هي بتوقف تركيبه. ده لو الترابيزه اتكسرت في البيت، لو الترابيزه اتكسرت في البيت، ده الترابيزه اتكسرت. شفت لو هو جه متنرفز، لو جه مخنوق. بالظبط. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. ليس كل زوج تزوج بامرأة غير امرأته أن يكون مسحورا أو ممسوسا أو ملموسا. ولو كان مسحورا لا بعد فترة السحر لرجع لها مرة ثانية وترك الثانية. لكن السحر يفرق، ولكن هو حينما يفرق ليس هناك استعداد للزواج. ليه بنربط حياتنا بالسحر؟ السحر يعني ليه بنربطها بالسحر؟ ده اسقاط يعني احنا ليه دلاله على ضعف الايمان. اسقاط وناس كتير يعني ضعف ايمان. عارف حضرتك لو مغص جه او صداع، ده انا عندي صداع علشان خاطر انا ما مسحور لي. لو كوبايه اتكسرت، الكوبايه اتكسرت عشان كده. شيماء ضعف ايمان عنده واستماع للاخرين. يا شيماء، الواحد لما يلاقي عنده صداع ودايما بيتكرر، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أوبى على رأسك بالفاتحة، حط إيدك على دماغك كده وقول بنية الشفاء بالفاتحة تشفى بنور الله. طب عايزين بقى نسمع رأي العلم. لا هي فكرة كمان إن حاجة ممكن تتفادى بحاجة، ده فعلا صحيح. وإحنا دايما لما بيحصل أي كارثة بنقول قدر ولطف. هي فعلا ده حقيقي. لعله خير. وفكرة إن ممكن كوباية تتكسر فنقول مش مشكلة خدت عينه وراحت، لا هو فعلا ده صحيح، لأن ربنا بيبقى مقدر. الفادو يا دكتورة لو هو بنية التقرب إلى الله وليس بنية التقرب للسحر. يعني أنا بتكلم بتقرب إلى ربنا. أنا بتكلم في نقطة تانية. أي فداء. أي حاجة نربط حياتنا بالسحر. لا هي الفكرة مثلا حاجة اتكسرت. لا أحيانا لما بتحصل حاجة قدرية وبنقول إن هي قدر الله ما شافها. وبنقول إن هي فادت، دي ما فيش فيها مشكلة. يعني حتى في حديث عن الرسول يمكن أدرى الشيخ بيه، اللي هو حتى الشوكة يشاكوها، حتى الشوكة لما بتتشكي بيها دي ربنا بيرفع بيها. دي ما فيش فيها كلام. حضرتك دكتورة ولا ساعات مثلا إيه القطر ده يفوتني، أقول إيه المشكلة؟ ربنا قدر ان انا ما اركبش القطر ده. بنسمع حاجات قدريه كتير قوي. ممكن احنا بقى لو احنا ما عندناش الايمان الكافي او القناعه الكافيه، لان انا برضو بقول مش درجه الايمان دايما متوفره عندنا كلنا، ما برجعهاش ان ممكن يبقى ده فعلا خير. لعله خير، ده حقيقي فعلا. دي ما فيش فيها كده. احنا محتاجين يعني جزء من الايمان وجزء من القناعه النفسيه عشان نقدر ان احنا نتقبل. مشكله الزوج والزوجه بقى، الفكره هنا عندي ان انا طالما بعدت عن الفكره الشرعيه اللي هي المفروض اصلا الاساس بالنسبه لي في ان هو راح يتجوز، يعني هو ما عملش حاجه حرام، يعني هو ما عملش حاجه غلط.
طيب هو لو ربنا سبحانه وتعالى مش اضرب النفس البشريه وعارف ان الرجل يكفيه من والله وزوجي بيتفرج على الحلقه عشان بس عشان يبقى الكلام والله فعلا عن زوجات لو ما كانش يقدر الزوج ان هو يتحمل مسؤوليه نفسيه لاربع زوجات ما كانش ربنا قالها. طبعا هو ان خفتم الا تعدلوا ولن تعدلوا، ده مفيش فيها كلام يعني. صحيح. طبعا لان العداله في الامر صعب، دي مفيش فيها جدال ومش هنختلف فيه، ولكن فكره ان هو يلجا لزيجه ثانيه دي طالما انا تجنبت الجانب الشرعي بالنسبه له ان هو ما عملش حاجه غلط يبقى ماليش ان انا اعمل اسقاطات نفسيه. لو بعدت عن الشرع ودخلت في قصه ان انا اعمل اسقاط نفسي بهذا الشكل المنوط بيه دلوقتي ان انا بدل ما اقول ان اصل هي سحرا له، طب ما تشوف يا ماما سحرا له ليه؟ طب سحرا له ايه؟ يعني المهم ممكن دلوقتي يكون اسلوبها احسن، المهم دلوقتي تكون رفيقه اكتر. ده تصريح على الهوى لزوجك انه يتجوز مره ثانيه؟ والله قلتها له قبل كده ويعني يرد عليا على فكره، قلتها له قبل كده لو انت شايف دي اصل بصي لا جدال في الدين، ده حريه الاختيار انك تكملي او تنسحبي. وبعدين احنا ليه واخدينها بدي ان تعدلوا فواحد؟ ما انا بقول لك لكن هي لا فضلت تشوف لها حريه. لا وهي كمان في حاجه معلش احنا عايزين نلفت النظر ليها، انا لما يكون عندي نقص ما يعني ما كمل الا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما فيهاش كلام يعني ما فيش حد فينا كامل، كون ان ربنا اداله رخصه بذلك وكون ان هو قاعد مثلا معايا انا فيا صفات كويسه كتير جدا وصفه واحده ممكن تكون سيئه، مش هربي نفسي من اول وجديد ومش هغيرها لان انا مش رسول المرسل من عند ربنا سبحانه وتعالى. ففكره ان هو ممكن يعوض هذا النقص او هذا القصور في حد تاني بالحلال انا بالعكس ده هيريحني انا شخصيا. ولا العكس صحيح يا شيماء. طب لو هو اللي عنده القصور انا كست اعمل ايه؟ والله قادره ان انت تتعايشي رحم الله امرئ عرف قدر نفسه، قادره ان انت تتعايشي على هذا الامر فلك الاجر والثواب، دي مفيش فيها جدال، ولكن لست مجبرة على الإطلاق لا 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 في علم النفس اتقال كده ولا في الشرع اتقال كده، عندك كذا طريقة ان انت تتضرري بيها للخلاص من هذه القصة. ما برضو فضلت الشيخ عايز اقول لحضرتك على حاجة برضو، ما المفروض الرجل قبل ما يتجوز يفكر لان ده هيدمر بيته، ما هو ده بينعكس على الاولاد في البيت، ما يدمر ده بسبب ثقافة الست. لكن ماشي لو هي انسانة واعية ماشي، ما هو شيء طبيعي ممكن ست تبقى عندها القدرة وست ما عندهاش القدرة ان جوزها يتجوز عليه، في التوقيت ده كل المشاكل بتعكس على مين؟ على الاولاد. على الاولاد. احنا لسه بنتكلم على المراه تكبر في صوره شيطان وتدبر في صوره شيطان، فمن راى منكم امراه فلياتي اهله فانه اغض للبصر واحسن للفرج. وبعدين احنا بنقول تنكح المراه لاربع كما قال صلى الله عليه وسلم، لجمالها ولحسبها ولدينها ماشي، وفاظفر بذات الدين تربت يداك. وبعدين المراه مخلوق ضعيف لها مكانة ولها رقة ولها شفقة، فلا بد أن يكون الزوج ذو اعتدال حينما يرى زوجته، يتذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم رفقا بالقوارير، يعني الرحمة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما بنساء، سيدنا النبي تزوج أكثر من واحدة وقال في حديث اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا املك، وهو الحب القلبي لانه كان يحب السيده عائشه. بارك الله فيك. طبعا الحلقه الوقت اوشك على الانتهاء، طبعا بنشكركم جدا شيماء، طبعا احنا مبسوطين بالحلقه النهارده جدا ونتمنى ان احنا نعمل اكتر من حلقه في الموضوع دوت ان شاء الله. ولكن طبعا في نهايه الحلقه عايزه اقول لشبابنا شيماء، شباب الادمان، علاج الادمان بالمجان، الأرقام على الشاشة، كتلة ائتلاف القاهرة لعلاج الإدمان بالمجان تحت رعاية صندوق مكافحة المخدرات. عليكم ان انتوا تتفرجوا على البرنامج، عليكم ان انتوا تتصلوا بينا على الأرقام اللي على الشاشة علشان العلاج في مستشفيات الجيش بالمجان. وتحية شكر وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه للموضوع، وان هو حالياً قال يا شيماء اللي احنا كنا لسه بنتكلم فيها انه خلى كل الوحدات الحكوميه والرخصه وكل حاجه بتجددوها هيحلل للادمان في الشارع في اي وقت علشان نحد وتكون مصر خاليه من الادمان ان شاء الله. اتفضلي. حاجه صغيره كده من الدكتوره للشباب اللي بتلجا للادمان بسبب الحاله النفسيه، اصل انا عندي مشكله في البيت
فطلعت طاقتي ان انا اخدت برشام ولا استروكس ولا الحاجات اللي بياخدوها دي. تروح تطلع طاقتك ان انت تتمشى شويه، يعني صلي من لله ناحيه الدين نتكلم فيها. حاجه يعني صغيره كده، يعني رساله بس علشان خاطر رساله صغيره كده بس. لا هو هو زي ما بقول كده، هو الوازع النفسي دايما بيتحكم فينا للاسف للسلب اكتر من الايجاب. النفس اماره بالسوء للاسف يعني. فدايما الانسان اللي ما عندوش الايمان الكافي او ما عندوش الوازع النفسي الكافي بيلجا للسلب للاسف يعني. فبقول له لا، انت لو شايف ان السيجاره هتريحك ولا الحاجات اللي انت بتعملها دي هتريحك، لا في حاجات كتير جدا ممكن تريحك. اخرج، امشي، اجري، اعمل رياضه، اعمل اي حاجه ممكن تطلع طاقتك بشكل رسالة الدين. الدين لو كل انسان حافظ على اركان الاسلام الخمس وحاول ان هو يقتدي بالصلوات الخمس وحاول ان هو ينفق في سبيل الله وحاول ان هو يصوم في كل شهر يومين او ثلاثه وحاول ان هو يراقب ربنا في الطاعه اللي هو بيعملها ويتذكر ان الله يستره حينما يفعل المعصيه ويعلم أن الله يراه، يرجع إلى مولاه ويسجد لله شكرا حتى يلقى نور الرحمن في قلبه. فإذا وجد نور الرحمن اقشعر بدنه وخرجت منه الطاعة بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. بنشكر فضيلة الشيخ وبنشكر الدكتورة وراء معانا، نورتونا وكانت حلقة جميلة جدا. شكرا لك يا شيماء ان انت اول حلقة ان شاء الله هتكون من اجمل حلقات برنامج حكاية ولاد البلد. لحضرتك الله يخليك. انتظرونا وحلقات قوية ان شاء الله مع برنامج حكاية ولاد البلد. مع السلامة.